واللحمه هنعرف كثير من المعلومات. لكن خليني اقول لكم، هل اللحمه مشاكل؟ اه، اللحمه ممكن تؤدي الى مشاكل اسمها النعرس، ممكن تؤدي الى حصوات من النعرس، ممكن تؤدي الى مشاكل التصلب الشرير لو انت بتاكل لحمه فيها دهون. في ناس نادله بتضرب حاجه اسمها النيفه بكميات كبيره، النيفه دي فيها دهون كثيره قوي، الناس الحريفه لحمه يعرفوا الكلام ده، ممكن تؤدي الى تصلب شرايين اللحمه، ممكن اكلها كثير يؤدي الى مشاكل في الهضم، سوء هضم وزياده في الحموضه في الدم في المعده. لكن اللحمه لابد من اكلها احيانا مره كل فتره، مش لازم كل يوم، لكن تؤدي الى مرض مشهور جدا اسمه مرض الملوك اللي هو ايه؟ النعرس، كلكم عارفين. ماشي. والكوليسترول الضار طبعا بتزود الكوليسترول الضار، لو دهونها كثيره بتزود الكوليسترول الضار، ايضا بتؤدي الى حاله من حالات زياده السموم في الدم الخفيفه. احنا عشان يحصل لنا ديتوكس لازم نبطل لحمه، وبتحمل على الكبد والكلى، بتحمل بترهق الكبد وبترهق الكلى. لكن خلينا النهارده نفهم كثير قوي، بس اكيد هنفهم علم واضح للغايه وعلم خاص للغايه، مش كده ولا ايه؟ طبعا هنعرف اكتر بس بعد الفاصل. خليكوا دايما مع الناس الحلوه. الاستاذ الدكتور حسن سيد شاكر، استاذ جراحه المسالك البوليه جامعه عين شمس، زميل جامعه تورونتو وماكجيل بكندا، عضو جمعيات جراحه المسالك البوليه الامريكيه والاوروبيه، عضو جمعيه التحكم البولي الدوليه. اهلا بكم. بلا شك تظل الليزر او يظل الليزر صيحه رهيبه في عالم الطب، لكن في المسالك له دور كبير جدا، وخصوصا غموض المسالك وغموض اعراضها وغموض هذه المنطقه. الكل يعرف كل شيء عن القلب، يعرف كل شيء عن المخ، لكن تظل المسالك البوليه منطقه غير مطروقه بالبحث، غير مطروقه رغم انتشار امراضها ورغم انتشار اعراضها. هذا هو حوارنا النهارده، الاعراض والامراض والعلاج للمسالك البوليه. لكن خلينا اقول لكم ان الليزر هو البطل في كل حواراتنا اليوم. اسمحوا لي نرحب بقيمه علميه كبيره طبعا والاسم الكبير في عالم الجراحات، وطبعا شرف كبير لينا ان احنا نستضيف استاذ الاساتذه الاستاذ الدكتور حسن شاكر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. الحقيقه انا عايز ابدا الاول بالليزر، يعني انا هبدا ما هو الليزر ودوره ايه في المسالك؟ الليزر هو شعاع ضوئي، بس هو شعاع ضوئي مركز جدا، فبنقدر نستخدمه استخدامات كثيره جدا، مش في الطب بس، في الطب وفي الصناعه وفي اشياء كثيره جدا. الشعاع الضوئي بتاع الليزر مختلف عن الضوء العادي في انه مركز جدا، بيطلع بيقدر ينقل الطاقه لمسافات بعيده جدا، وبيقدر يركزها جدا في نقاط معينه. فعشان كده هو بيتميز بدقه شديده جدا، فنقدر نستخدمه مثلا في امراض العين، في امراض بتاعت المسالك البوليه كلها. طبعا كل ما بيختلف نوعه، كل ما بيختلف طول الموج بتاعه، بيبقى له استخدامات مختلفه جدا. الليزر في حد ذاته بدا استخدامه في الطب من الثمانينات، لكن شاع جدا استخدامه في اخر 10 سنين. ولذلك دلوقتي زي ما حضرتك قلت هو بطل الاستخدام الجراحي دلوقتي، لانه حقيقه ليه مميزات كثيره جدا. البروستاتا هنبدا منها الاول، لانها المنطقه الغامضه في الاعراض والشكل المرضي فيها. انا عايز الاول اتكلم على البروستاتا، لانه ناس كتير على فكره ما تعرفش الاعراض بتاعتها ايه، مكانها فين. البروستاتا دي غده، الغده دهيت ربنا عاملها لوظيفه معينه فقط، انها تنتج السائل اللي بتعيش فيه الحيوانات المنويه، فهي ليها وظيفه للاخصاب، لكن ملهاش اي وظيفه خالص جنسيه كما يعتقد الناس. البروستاتا زي ما هو باين في الشكل ده، هي تحت المثانه، تحيط بمجرى البول في هذه المنطقه. البروستاتا هي عاده ما بتسببش اي مشاكل اثناء التبول، الا لما تبتدي تتضخم، والتضخم ده بيحصل في سن بعد سن الخمسين سنه. فلما تبتدي تتضخم البروستاتا تبتدي تقفل مجرى البول، وتبتدي تعمل اعراض شديده جدا، اهمها بيبقى في صعوبه شديده في التبول، يخلي البني ادم في اثناء التبول ياخد مده كبيره جدا في التبول. طبعا لما بيحصل الكلام ده هو بيحتاج المريض علاج، ممكن في الاول ما بيحتاجش علاج، بعد شويه بيحتاج بعض الادويه. اذا ما نفعتش الادويه دهيت، بنبتدي نفكر في بعض التدخلات الجراحيه زي المناظير، اشهرها المناظير الجراحيه.
وحديثا طبعا زي ما احنا عارفين انه بدأنا نفكر في الليزر والبلازما والتدخلات الجراحية البسيطة اللي احنا شايفينه ده. ده المنظار العادي اللي بيقطع البروستاتا عشان يفتح مغر البول. الليزر بقى ما بيقطعش ولا حاجة. الليزر لما مسلطه على الأنسجة بيخليها تتبخر وتختفي. حتى الليزر نفسه تقدم جدا، يعني اللي احنا شايفينه ده اسلوب قديم للليزر على فكرة. صحيح. يعني ودي عملية جراحية كاملة، يعني ده بس بوريك العملية الجراحية الكاملة للاستئصال البروستاتا. دي عملية جراحية القديمة اللي هي شيل البروستاتا بالفتح الجراحي، وده خلاص ما بقيناش نعملها غير في احوال معينة جدا. الليزر زي ما حضرتك قلت تقدم جدا. كان زمان اول ما طلع الليزر في استخدامه في البروستاتا كان في اوائل التسعينات، كان بطيء جدا، اعراضه جانبية كثيرة جدا وما كانش فعال جدا. بعد كده هوت ظهر نوع من انواع الليزر اسمه الهولميوم ليزر، والهولميوم ليزر ده ظهر في اواخر التسعينات، وهو لقيناه ان ملهوش قدره كبيره جدا على تبخير البروستاتا، لكن هو بيشتغل كقاطع، فعشان كده بنقدر نستأصل البروستاتا بيه، لكن ما هياش عمليه سهله. ظهر بعديه الليزر الاخضر. الليزر الاخضر بقى ليه قدره على تبخير البروستاتا لكن بطيء، فما بيقدرش يعمل احجام كبيره، وحتى هذه اللحظة لسه بيستخدم، لكن بيستخدم بروستاتات اللي حجمها صغير. ظهر بقى في آخر 7-8 سنين السيراليز ليزر، وده نوع من أنواع الليزر وبيقدر يبخر الأنسجة بسرعة كبيرة جدا وبأمان وفعالية كبيرة جدا بدون أي نوع من أنواع النزيف. ده جهاز السيراليز، ودلوقتي قدراته زادت جدا لدرجة نوصل ل 400 واط، ودي حاجة غير مسبوقة في الطب. يعني طول عمرنا بنشتغل على عدد صغير جدا من الواتس اللي هي القدرة، لغايه ما وصل دهوت الجهاز ده 400 واط، فبيقدر يشيل احجام كبيره جدا ملهوش حد في الحجم بتاع البروستاتا وبسرعه كبيره. واحنا بنتكلم على البروستاتا الاعراض بتفرض نفسها، يعني انا عايز واحنا بنتكلم على الليزر حاجتين بقى، نذكر اعراض البروستاتا ونقول العرض ده بعد استخدام اشعه الليزر بهذه او بشعاع الليزر بالطريقه ديت ممكن يحصل ايه لهذه الاعراض. هو اعراض البروستاتا اول حاجه بيحسها المريض ان اندفاع البول بقى بطيء، في صعوبه في خروج البول، بيتقطع وهو نازل، بيستنى عليه عشان ينزل. حاجه في بعض الناس العامه بيقولوا عليه انا بتحايل على البول عشان ينزل. البول لما يبتدي يحصل فيه الكلام ده تبتدي المثانه تحاول تعوض الانسداد ده، فتبتدي تنقبض انقباضات شديده جدا عشان تخرج البول، فتخلي المريض يبقى عنده دايما احساس انه عايز يتبول ويجري على الحمام زي ما شايفين في الصوره، بيقوم من النوم كتير بالليل عشان يخش الحمام، بتحول حياته لشيء صعب جدا، بيقعد في الحمام مده كبيره جدا عشان ينزل بول، وفي بعض الاحيان بيحصل له احتباس بولي بقى ومشاكل اخرى زي نزيف بولي، ولو اهمل اكثر واكثر ممكن ندخل حتى غايه الفشل الكلوي. ما تستغربوش وانت قاعد في الحمام حد بيخبط على الحمام الرجالي بقسوه وبعنف، يعني في ناس منكم مثلا وانت قاعد ايه يا عم انت مستعجل ليه؟ لا ده ممكن يكون عنده البروستاتا وبيخبط لانه مش قادر يتحكم في نفسه والمساله بالنسبه له عنيفه للغايه. طيب انا عايز اروح لبرضو تضخم البروستاتا قبل العلاج وبعد العلاج. انت قلت لي جمله مهمه قوي يا دكتور انه الليزر الجديد، انا عايز بس احفظ اسمه لان اسمه صعب. سيراليز. طب ما فيش حاجة أسهل من كده. يعني أنا دلوقتي مش عارف أحفظ اسمه بس هنحاول أحفظه للناس. هو ليه اسم تجاري اسمه تويستر، عشان شكل الفايبر اللي بيستخدم معاه اسمه تويستر. تويستر. والله الاسم ده أسهل، التويستر ليزر. طيب التويستر ليزر دوت قوته إنه بيتعامل مع التضخمات العنيفة. صحيح. هو التويستر ليزر من اول ما طلع سنه 2005 كان طبعا قدراته زيها زي جرين ليزر، بروستاتات صغيره، كان في 120 واط، وابتدى تزيد قوته لغايه ما وصل 400 واط. لما البروستاتا تتضخم بتقفل مجرى البول زي ما احنا شايفين. انواع الليزر زي ما اتفقنا اللي هي القديمه شويه كان بتخلي ان احنا لما نعالج بيها البروستاتا الكبيره ما كانش بتفلح، لكن السيراليز لا، السيراليز لانه او اللي هو تويستر سريع جدا ودقيق جدا، واهم من سرعته انه دقيق جدا، فما بخافش منه على انه يعمل مضاعفات او مشاكل على الاجهزه الاخرى، بالاضافه انه امن جدا.
يعني كمان مش مجرد بس انه بيشيل اعراض البرصاته، لكن كمان امن جدا، لان كثير جدا من المرضى دول لانهم متقدمين في السن بيكون معاهم مشاكل في القلب ومشاكل في الكبد والكلى، وبياخدوا ادويه مسيله للدم. الصوره قدامنا دي بعد ما الليزر شال كل التضخم بتاع البرصاته، وهي صوره معبره لانه هو فعلا زي ما بتشوف كده اهوت ما بيكونش معاها اي نوع من انواع لا فقدان الدم لا المشاكل الاخرى اللي بتحصل مع المنظار زي التسمم المائي او الحمل على القلب او الكلى او الكبد. هل الاستعداد الجراحي او غرف العمليات اللي بتتعامل مع الليزر في هذه المنطقه في منطقه البرصاته ليها تجهيزات معينه، ولا هي تجهيزات الغرفه الجراحيه التقليديه؟ هي فيها حاجتين مختلف عن الغرفه التقليديه. لازم يكون في كاميرا عاليه الوضوح، هي دي غرفه العمليات التقليديه. المونيتور اللي ورا دي هي الكاميرا عاليه الوضوح، ودي عشان تنقل الصوره، لان ما يقدرش الدكتور يبص بعينه داخل المنظار لان ده ليزر. وفي نفس الوقت لازم يكون في جهاز ليزر، وجهاز الليزر دوت عشان يوصل للبرصاته لازم عن طريق فايبرز معينه اللي هي بتدخل عن طريق مجرى البول، يعني ما فيش ولا فتح جراح ولا اي حاجه. طبعا الكلام بيتم يا اما بمخدر موضعي بمخدر منطقي، يعني نوع من انواع اللي هو البنج النصف الحديث اللي هو بيكون في اسفل الظهر مش زي القديم، او حتى في بعض الناس اللي ما بيستحملوش خالص اي نوع من انواع البنج ممكن نعمل لهم البنج موضعي. الليزر اللي اسمه لما بنسلطه على البرصاته بيبخر الانسجه خالص، بيخلي الانسجه دي تختفي بدون اي دم. ده احنا في وسط عمليه فعلا بتتعمل للبرصاته بالليزر. شوف اول الوهج اللي بتشوفه ده هو ده الليزر، الفايبر ده اللي هم بنسميه تويستر فايبر، لان هو بيعمل تويستنج. بيعمل زي راس زي راس بالظبط، بيلف يمين وشمال. فالاسم ده اسم التجاري بتاعه، لكن اسم العلمي اللي هو اسمه الكيو لاب، يعني كان مش مهم قوي. لكن زي ما تشوفوا احنا بنشيل الانسجه بسرعه كبيره جدا، الفقاعات الهواء اللي انتم شايفينها دي عباره عن الانسجه بتتحول لبخار، وطبعا الجهاز بيطلعها على طول بره. زي ما انتم شايفين مفيش ولا نقطه دم، يعني مفيش اي فقدان دم، مفيش اي امتصاص للسوائل، فما نخافش منه على اي حاجه في الجسم. الرؤية واضحة جدا، فما بخافش ان انا اغلط ان انا المس صمام التحكم البولي. وفي نفس الوقت حتى لو المريض بياخد ادوية مسهلة للدم بقدر اشتغل خالص زي ما انتم شايفين، كاني بالظبط بلعب بلاي ستيشن او اتاري او حاجة زي كده. الحاجة الاخرى زي ما احنا شايفينه سريع جدا، يعني احنا كنا زمان بنتعذب في البرصادات الكبيرة، قلت لا الموضوع بقى سهل جدا وسريع جدا، وما بقاش فيه اي حمل على المريض ولا على الطبيب. دي الصوره دي بتبين ان احنا وصلنا للحد المسموح ليه في شيل البرصاته اللي هي الانسجه الطبيعيه اللي بيبقى لها شكل معين، يعني على طول بنقف عندها ما بتكملش اكتر من كده. الحد الفاصل ما بين النسيج المتضخم والنسيج الطبيعي بالظبط كده، ده قبل وبعد الحد بالظبط. دي الصوره من خلال المنظار قبل وبعد ما خلصنا الليزر. وزي ما انتم شايفين فرق كبير جدا. في الاولاني ما تقدرش تشوف البول ممكن يخرج منين، وساعات بتبقى اكبر من كده ما بتشوفش حتى الحته اللي في النص دي. ما هي المفروض ان البول مجراه يا جماعه اللي في النص في التضخم ده هينزل منين؟ ما فيش خالص، قافل. فاحنا هنا وسعنا المجرى بتاع البول والدنيا مشيت كويس. صحيح، وهي دي الميزه الاساسيه في الليزر، ان هو بيشتغل بيشيل كل الكلام ده، هو ما بيعملش اي مشاكل، ما بيعملش نزيف، ما بيعملش تسمم مائي بالمقارنه بالمناظير الطبيعيه العاديه. كان المعتقد ان التدخلات مع البروستاتا قد تفقد الانسان قدراته الجنسيه، هل ده معتقد صح ولا غلط؟ ده معتقد خاطئ جدا. في معتقد عند كثير جدا من الناس ان البروستاتا ليها وظيفه جنسيه، وده مش حقيقي. البروستاتا ملهاش اي وظيفه جنسيه، بس هي البروستاتا بتتضخم في بعد سن الخمسين سنه، اللي هو في هذا الوقت كثير من الناس بيبتدي يحصل لهم مشاكل في الانتصاب، فعشان كده بتخيلوا ان البروستاتا ليها علاقه بهذه المشاكل. العمليات اي نوع من عمليات البروستاتا عاده ملهاش اي مشاكل خالص في الانتصاب. المنظار التقليدي بنقول ان مشاكل في النصاب قليله، حوالي 3% من الناس، لكن الليزر ملهوش خالص هذه المشاكل. لكن حاجه مهمه جدا ان لان احنا بنشيل غده البروستاتا فما بقاش في السائل بتعيش في الحيوانات المنويه، فعشان كده هو بيحس على طول الرجل ان كميه السائل المنوي اثناء القذف بقت قليل. هو ما بيأثرش على الانتصاب، ما بيأثرش على الاحساس بالنشوه، لكن كميه السائل المنوي بتقل، فمعنى كده انه هيؤثر على الانجاب،
فلو ان حد عايز ينجب فمش هينفع ان احنا يعني احنا نعمله ليزر، او بقى نستخدم الطرق التلقيح الصناعي لو ان احنا حابين. تمام. هذهب الى عرض تاني يشبه البروستاتا، ممكن يتلخبط معانا فيه، اللي هي اورام المثانة. اورام المثانة بتيجي برضو ممكن برغبة ملحة في المروح للحمام، ممكن عسر تبول ما يحصلش يورينيشن بسهولة او تبول بسهولة، ومنها اورام ممكن تقلب بكانسر. هل الليزر له دور مع اورام المثانة؟ صحيح، اورام المثانة من الاشياء اللي احنا في مصر منتشرة جدا، احنا اكتر بلد على مستوى العالم عندنا اورام في المثانة، وده زمان كان بسبب الهرسية، وحاليا بقى بسبب التلوث الشديد جدا. واهم انواع التلوث اللي الناس ما بتاخدش باله منها السجاير، طبعا عدم السيارات بالمرتبة التانية، لكن السجاير اسوأ نوع من انواع التلوث. ده ورم في المثانة، وزي ما حضرتك تفضلت ورم المثانة دوت اهم عرض ليه يكون فيه بول مدمم. كمان كسر الدخول الحمام والاحساس ان الدائم ان انا عايز اخش الحمام، وساعات الواحد ما يقدرش يمسك نفسه ويفتكر ان دي مثلا عصبيه او انها بروستاتا. فالاعراض هي بالذات الدم في البول، واحد ما ياخدوش باي نوع من انواع اليسر والبساطه. يعني الليزر طبعا ليه هنا اهميه كبرى في اورام المثانه. اورام المثانه بتحب ترجع وبتحب تنتشر. الليزر اللي احنا شايفين في الصوره دهيت ان هو مش بيدمر بس ورم المثانه، كمان بيوصل للطبقات العميقه. فعلى عكس المنظار التقليدي، المنظار التقليدي بيشيل ورم بس لكن ما بيقدرش يوصل للطبقات العميقه، والا هيعمل مشاكل في المثانه. هنا الليزر لا، بيقدر يوصل للطبقات العميقه، فحتى لو في انسجه احنا مش شايفينها بعينينا بيقدر الورم يشيلها. عندنا انواع جديده من الليزر، مش بس كده، بتقدر تعالج الخلايا في طور تكونها، الخلايا السرطانيه. هنا الصورة اللي على الشمال خالص ده ورم في المثانة، واللي في النص أثناء علاجه بالليزر، وفي اللي على الشمال اليمين بعد ما دمرنا الورم تماما بالليزر. الأنواع، في أنواع جديدة من الليزر دلوقتي بنقدر إن احنا نحقن دواء معين، فهي لوحديها بتدور على الخلايا اللي احنا مش شايفينها بعينينا، ودي حاجة اسمها فوتو دايناميك ثيرابي، ودي حاجة حديثة عشان نتقي إن الأورام دي تحدث في المستقبل. لان ان اي حد بيكون ورم في المثانه ليه قابليه مش بس ان الورم يرجع في نفس مكانه، وان اورام جديده تطلع في مناطق اخرى في المثانه. هي كلمه فوتو دايناميك ثيرابي يعني معناها العلاج الضوئي المتحرك، يعني الدواء بيبحث عن الورم فين ويروح يمسك فيه ويموته. بالظبط كده، هو المريض بياخد حقنه معينه، الحقنه دهيت بتروح تدور على الاورام دهيت وتقعد فيها. نروح احنا داخلين بالليزر، الليزر ده هو لما بيتسلط على الدواء ده هو او على الانسجه كلها بيخلي الدواء ده هو يبتدي يتفاعل. لما يبتدي يتفاعل بيطلع اكسجين، فبيكسر الخلايا السرطانيه فقط ويسيب الخلايا الطبيعيه زي ما هي. وده علاج اثبت نجاحه جدا في بالذات في اورام زي اورام الوجه. في المثانة لسه حديث جدا، لسه تحت دور التجربة، لكن في ظرف سنين قليلة هتبقى من الحاجات الموجودة. طيب استخدام الليزر في أورام المثانة يخليني برضو أروح للأسهل اللي هي حصوات الكلى. يعني حصوات الكلى من الأشياء المتكررة جدا، وبرضو احنا عندنا عدد كبير جدا من الشعب المصري عنده حصوات في الكلى، بالتالي احنا رقم واحد برضو. احنا من البلاد الغنية جدا في حصوات الكلى. يعني عندنا ما شاء الله احنا اغنياء في البروستاتا طبعا. معلش يا دكتورنا، معلش يعني جمهورنا العزيز اللي بيدخن قاعد دلوقتي بيفكر والله يعني السيجارة والتدخين، الدكتور حسن بيقول انها بيأثر وبيعمل ورم في المثانة، يعني اللي عرفوا ان النيكوتين والسجاير بتعمل ورم في الرئة، اللي يدخل السيجارة على المثانة وانا باخد السيجارة على المثانة. انا عارف انت بتفكر في كده، انا عارفك بتفكر. يا اخويا بتوصل النيكوتين بيوصل للمثانة. صحيح، وحاجة غير مبشرة الصراحة ان اللي بيشرب السجاير احتمال اصابته بورم المثانة 40 ضعف بني ادم ما بيشربش سجاير، فده رقم مهول، فمتهيألي يخليك تبطل تشرب سجاير. مبروك ياسر، مبروك يا حبيبي، 40 ضعف. هرجع للحصوات، كل الجمهور ما بيشربش مية، انا لاحظت عليهم كده بيقعدوا طول الوقت ما بيشربوش مية. هيبقوا زباين هايلين. كويس جدا. ده طول النهار. برافو يا جماعه، برافو. ده اهم سبب لتكوين الحصوات، قله شرب الميه.
يعني دايما بنقول كده اهوت اشرب ميه مش كويسه احسن من انك ما تشربش خالص. يعني لان في ناس تقول لك انا استنى لما اجيب الميه المعدنيه بتاعتي او مش عارف ايه. لا ما تستناش لغايه ما الميه المعدنيه تتوافر او لغايه ما الميه كويسه تتوافر اشرب ميه. ميه النيل من احسن المياه في العالم ومن اكتر المياه اللي ما بيحصلش معاها تكوين حصوات. دي الصور قدامها دي بتوري الكليتين ومكانهم وازاي ان هم بيعملوا فلتره للدم عشان يطلعوا منه الـ كل السموم. وطبعا السموم دي بتنزل في شكل البول، لكن طبعا بينزلوا في شكل البول في قنوات رفيعه جدا اسمها الحالبين بيوصلوا للمثانه وبعد كده يخرجوا بره اثناء التبول. ساعات طبعا احنا بسبب اهمالنا الشديد في شرب الميه يبتدي الحصوات دي تتكون، وطبعا في اسباب اخرى كثيره غصبا عننا، لكن قله شرب الميه ده اهم سبب. لكن ساعات كمان اكل البروتينات بكثره دي من اكتر الحاجات اللي عشان المقرص اليوريك اسيد. طبعا مش كده والاكزاليت والحاجات دي بدون شك يعني من اكتر الحاجات يعني اللي بنمنع المريض ان هو ياكلها اللي هو البروتينات. طبعا الحصوات ديت ممكن تعدي بسهوله، لكن ساعات لما تكبر شويه تروح واقفه في الحالب اللي هو رفيع جدا وتبتدي تعمل الالام الشديده جدا بتاعه المغص الكلوي. ساعات غالبا مع بعض العلاج بتعدي الحصوه، لكن ساعات الحصوه تكبر قوي وتقفل الكليه وتعمل فيها تضخم شديد. طبعا ممكن نعالجها بالمواجهات التصادميه اللي هي من بره الجسم اللي بتسمعوا عنها اللي هي بدون تخدير وبدون جراحه وبدون طبيب وبدون مريض، فهي مواجهات تصادميه. لا احنا عندنا في الطب مجموعه كليه بدون مريض وبدون جراحه وبدون تخدير وبدون الم وبدون ما تروح وبدون ما تعيا ومن غير حاجه. وبص هقول لك على حاجه، من غير علاج من غير اي حاجه من غير نتيجه هنوصل في يوم من الايام لكده. من غير نتيجه في الاخر. لكن لو ما ينفعش الكلام ده هو طبعا يبقى هنحتاج صراحه ان احنا نعمل تدخل بالمناظير. المناظير دلوقتي تطورت جدا جدا من المناظير اللي هي التقليديه للمناظير المرنه. الليزر ساعد جدا في تفتيت الحصوات عن طريق المناظير. طبعا المناظير دي ممكن تدخل عن طريق الكلى وممكن تدخل عن طريق مجرى البول. ده المنظار التقليدي زي ما انتم شايفينه ان هو يعني ما فيهوش اي نوع من انواع المرونه. وده المنظار ده ده منظار حالب يعني وفي زيه منظار الكلى. ده بيمشي المسافه قصيره جدا لان احنا الحالب ده رفيع جدا، حاجه سمكها ما تزيدش عن 3 مللي، فلازم اللي يدخل جواها حاجه صغيره جدا، فده ينفع في الحصوات اللي هي اسفل الحالب. ده المنظار المرن زي ما انتم شايفين انه مرن جدا. لو شوفوا في ايديه من فوق دهوت المكان اللي اقدر ان انا احركه شمال يمين الف وكلام من دوت. على فكره ده بيتحرك يا جماعه، يعني انتوا شايفين اللوب السيل كده، ده ممكن يروح يمين وشمال بالتحكم من تحت. بيلف في جميع الاتجاهات. وزي ما انتم شايفين ده نوع من انواع المناظير المرنه الحديثه اللي هو اللي بنسميه الديجيتال، لان ده بيقدر يكبر الصوره يصغرها في كاميرا صغيره جدا على طرفه، من الحاجات الكويسه جدا. ده منظار الكلى المرن وده برضك من الحاجات الحديثه جدا عشان نقدر ان احنا نشوف كل الحصوات اللي في الكلى ونقدر نخلص العلاج بتاع حصوات الكلى في مره واحده، مش لازم جلسات عديده. طب في يعني معتقد عند بعض الناس وخصوصا كتير من البنات يجي لها حصوه تقول لك انا عندي حصوه في الكلى، وده على فكره البنت الاموره اللي بتبقى قاعده في وسط الشله ويجي لها القلم وتاخدوها كلكم تطلعوا على الاستقبال، وطبعا كل واحد روميو بيبدا بقى ايه يوري شجاعته في انه شال البنت ديت. بتبقى مرتبط بيها الحصوه يعني هي راضيه بوجود الحصوه، خطوره وجود حصوه ولا بتعالج ايه؟ لا الحصوات كنا زمان بنقول في بعض الحصوات ممكن نسيبها، دلوقتي ما بقاش خلاص الكلام ده، دلوقتي حصوه لابد من علاجها. ليه؟ لان الحصوه حتى لو ساكنه ممكن في يوم من الايام تتحرك من المكان دوت وتنزل في الحالب وتعمل مشاكل كثيره جدا. فما بقاش في حصوه تتساب، وخصوصا بالتقدم اللي عندنا دوت موجات تصادميه، المناظير المرنه، الليزر، ما بقاش في سبب ان انا اسيب بيها حصوه، ليه اسيب حصوه لانها ممكن تعمل لي مشاكل تبوظ لي الكليه، والكليه دي حاجه ثمينه جدا. هل ممكن العمليه دي تخلص في يوم واحد طبعا؟ اغلب الناس اللي بيعملوا المناظير المرنه بيخرجوا بعد ساعتين. بعد ساعتين؟ بعد ساعتين. بتخدير؟ بيحتاجوا تخدير. التخدير هو اللي بنسميه الريجنال او الموضعي، يعني زي نصفي او اسفل النصفي، وده بيكفي ان انا اعمل مناظير دي في اي حته من الجهاز البولي. دي فيديو لمنظار المرن الديجيتال، ده وصل للكليه اللي احنا شايفينه قدامنا، دي كؤوس الكلى ودي حاجه زي الكهوف، دي كنا صعب جدا زمان نشوفها، دلوقتي بالمناظير المرنه زي ما انتم شايفين انا بسوق المنظار عشان اوصل للحته اللي انا عايزها من الكلى. ادي حصوه شايفينها ودي لسه في اول تكوينها وهي لسه ماسكه في الكلى.
وبعد شويه الحصوه دي بتنفصل وتنزل وتقفل. دي واحده اكبر بقى. اكبر. ودي دي حصوه دي، تخيلوا دي حصوه يا خبر ابيض، عامله زي الشعبه المرجانيه بالظبط. لا دي يا فندم بتفكرني دايما بغير الشعب المرجانيه، الحصوه دي بتفكرني بعين الجمل. ايوه صحيح. شبه عين الجمل بتاع رمضان الجميل ده، بس كبيره دي. ده الليزر، وهو بيكسر الحصوه زي ما شايفين، ما بتوقفش قدامه ثانيه واحده، وتفضل نفضل نكسر فيها بالليزر دوت لغايه ما نحولها حاجه زي رمل بحر، وبنغسله ونطلعه بره او نسيبه ينزل. زي ما شايفين في حاجه دلوقتي عايمه في الميه، دي عباره عن الرمل اللي هو من سبب تكوين الحصوه دي، من اسف من تكسيرها بالليزر. ما فيش نوع من الحصوات، اي نوع من انواع الحصوات بيتكسر بالليزر، ما فيش نوع من الحصوات اللي هو ممكن يقاوم الليزر وما يتكسرش. ما فيش نوع ما يقبلش التكسير بالليزر، كله بيستجيب للتكسير بالليزر. بالزبط. هل في نوع اقوى من نوع من الحصوات؟ صحيح، في انواع حصوات قويه جدا، وفي انواع بتبقى ضعيفه جدا. يعني حصوات حمض البوري بتتكسر بسهوله جدا. الكالسيوم اوكساليت دي حصوه شديده جدا، بالذات نوع منها اسمه كالسيوم اوكساليت مونوهيدريت، وده بيبقى صلب صلابه الجرانيت. يعني ده اكل اللحمه بيعمله، ده واحد من الاسباب. اكل اللحمه بس. يعني برضو ايه، هو برضو ان الواحد ما يكونش معاه فلوس ده ليها ميزه حقيقة، يعني ان الواحد برضو لما يكون مفلس، احيانا لما تكون مفلس مش معاك فلوس، فكر تقول الحمد لله مش هيجيلي اوكزاليت ستونز، مش هيجيلي حصوات في الكلى. الكلى من الحاجات اللي انتوا مش متخيلين، الكلى دي لما كنا زمان نيجي نقول حتى على مستوانا احنا ان احنا عايزين ندخل جواها بمنظار كان صعب جدا. صحيح. دلوقتي سهل جدا. يعني دلوقتي ما بقاش، يعني احنا منظار الكلى بنروح فاتحين فتحه صغيره وندخل عن طريق الجنب للكلى ونفتح فتحه في الكلى. لا دلوقتي بالمنظار المعني ده، بدخل من مجرى البول، اوصل للمثانه، اطلع للحالب، اوصل للكلى، اتفسح فيها زي ما انا عايز، اعمل اللي انا عايزه. الصوره دي موريه المنظار المعني ازاي واصل لغايه من تحت من مجرى فوق لغايه الكليه في حته صعبه جدا، ما كناش نتخيل اصلا في يوم من الايام احنا نعرف نوصل لها. مش بس كده، اقدر بقى ادخل ليزر اكسر الحصوات دهيت. هنا دي اشعه برضك اثناء المنظار المعني ما بيكون موجود جوه، وزي ما انتم شايفين رفيع جدا، يعني ارفع كتير جدا من المسالك البوليه نفسها، فما بيضر الشيء. وبقى في كلام كتير جدا انه حتى امن على الجهاز البولي حتى من الموجات التصادميه اللي هي من بره الجسم. لسه ابحاث جديده، لكن بقى في بنقول ان هو لو ان اللي بيعمله خبير بيقدر بسهوله جدا يعمل حاجه بدون مشاكل على الكلى. طب اورام الحالب بقى ممكن تكون خطيره، لانه الحالب انا دايما مشاكل فيه تؤدي الى مشاكل في الكلى بشكل مباشر. مشاكل اورام الحالب انها عاده بتبقى صامته، ما بتعملش حاجة وما بنعرفش عنها حاجة كتيرة، لغاية ما تبتدي تعمل مشاكل في انها بتعمل انسداد. تشخيصها صعب، بالذات لو ما عندناش المناظير المرنة، فساعات جدا بتأخر تشخيصها. لكن هي نفس الحاجة، لو ان احنا عندنا عرض مش عارفين نفسره، زي الام، زي دم في البول، دم في البول ده عرض مهم جدا، ده بيورينا ان احنا داخلين جوه الحالب، في ورم في الحالب هنشوف دلوقتي اللي هو ظهر على اليمين ده ورم في الحالب. طبعا انت يمكن تلاحظوا فرق ما بين الصوره دهيت والصوره اللي قبل كده ساعه تفتيت الحصوات. ساعه لما كنا ماشيين في الحصوه كان الحالب طريق حلو جدا، كان طريقنا جميل. وده كمان لان ده المنظار القديم اللي هو الفايبروسكوب القديم، الثاني اللي انا في الصوره قبل كده كان منظار ديجيتال، يعني فده الفرق في التكنولوجي يعني ما بين ده وده. الديجيتال صورته اوضح طب كتير جدا، كتير يعني جدا. حوالي 16 ضعف اللي هو كواليتي. زي ما شايفين انا بستخدم ليزر، الليزر ده هو بيدمر الورم ده خالص، بيشيله خالص وبيمنع تكوينه تاني. طبعا قبل كده او العلاج البديل ليه ايه؟ ان انا اشيل الكليه بالحالب دي كلها بجزء من المثانه. دلوقتي بقى عندنا احنا لو ان الورم ده هو ما وصلش للعضلات بتاعه الحالب، اقدر ان انا اشيل الورم ده. تمام. محمد عنده سؤال هنا، ومحمد بيسال عندي ليك انا بعديه سؤال، بس قبل ما تسال عايز اسالك الاول. محمد انت بتشرب ميه؟ اكيد بتشرب ميه كويس كتير. يعني معدنيه ولا عاديه؟ لا العاديه. العاديه. تمام. ولما بتكون مثلا عايز تروح الحمام بتروح في ساعتها، ولا ممكن تمسك نفسك يعني شويه؟ يعني ممكن امسك نفسي شويه في ساعات، مثلا في شغل، في وقت ان انا مش هقدر ان انا اتحرك فبمسك نفسي، لكن انا مثلا في البيت فلا، فبدخل على طول ما بتاخرش. على طول. تمام. ايه السؤال بقى؟ اولا مساء الخير يا دكتور ايمن. مساء الخير يا دكتور حسن. سؤالي هو والد صاحبي عنده تضخم في البروستاتا،
وعنده ضيق في الشريان التاجي للقلب، تمام؟ وهو يعني ينفع ان هو يعمل عمليه استئصال البروستاتا بالليزر؟ بياخد ادويه؟ هو بياخد ادويه مسيله للدم، فهل ده يعمل معاه؟ سؤالك مهم جدا يا محمد، والسؤال ده صراحه متكرر جدا، لان كثير جدا من الرجال اللي عندهم بروستاتا بيكون سنهم كبير، وعاده بيكون معاهم امراض اخرى زي مثلا القلب، ضيق في الشريان التاجي، بياخد ادويه مسيله للدم، مشاكل في الكبد، مشاكل في الكلى، جلطه في المخ، الحاجات دي كلها كنا زمان لما نشوف المريض دوت نسلم عليه ونقول له بس يعني خد الادويه، مش قادر تتبول هنركب لك قسطره، مش هنعمل اكتر من كده، لكن ما فيش عمليات ليك. دلوقتي المشاكل دي مش بس للمريض، للطبيب كمان، يعني كان زمان بالنسبه لنا انك تعمل بروستاتا في مريض زي والد جارك دي كانت مشكله كبيره. الليزر دلوقتي خلى الموضوع سهل جدا، ما بقتش عمليه، بقت تدخل جراحي بسيط، مش خايف على القلب، مش عايز ابطل ادويه مسيله للدم، حتى لو بطلتها حولها لنوع ثاني من انواع الادويه المسيله للدم لو كان نوع غير امن، لكن في الاخر بنقدر نعمل العمليه لمثل هذه الحالات. ما بنخافش فيها على القلب خالص، ما بنخافش ان يحصل نزيف، ما بنخافش إن يحصل ان الامور يحصل حاجه اسمها التسمم المائي اللي بتحصل من المناظير العاديه. فا امن جدا ان والد جارك انه يعمل هذه العمليه بس بالليزر، ما يقدرش يعملها باي طريقه اخرى، يعني ما يقدرش يعملها بالمنظار الجراحي التقليدي، ما يقدرش يعملها بالفتح الجراحي، لان ده هما هيبقى فيه خطوره كبيره جدا على قلبه في مثل هذه الحالات. انت نورتنا النهارده وسعدت بهذا اللقاء سعاده غامره، واعتقد ان انتوا هتكتبوا مذكراتكم ان انتوا التقيتوا النهارده بالدكتور حسن شاكر، يعني اكيد اللي فيكم يعني مهتم بالمسالك وعارف قيمه ضيف العزيز، فانت نورتنا النهارده. شكرا جدا يا كل الشكر والتقدير للضيف العزيز الاستاذ الدكتور حسن شاكر، واكيد كل الشكر والتقدير ليكم انتوا ان انتوا معايا النهارده، وكل الشكر والتقدير لجمهورنا اللي بيشرب ميه كتير، اللي بياخد باله من صحته كتير، اللي ما بيصبرش على نفسه في حكايه ان هو يروح حمام، اول ما يجي لك الرغبه في ان انت تروح حمام روح، مهما كنت في اجتماع في مؤتمر كل الناس تستحمل، لكن انتظارك على نفسك ممكن يضرك ويخليك تخرج بره دائره الناس الحلوه، خليكوا دايما مع الناس الحلوه. عاوزين انتقلوا من مرحله الحوار المكسوف الى الحوار البجح جدا جدا, جداً. كريم لو حطيتيه على وشك ان شاء الله هتلاقي نفسك صغرتي 10 سنين. انا المشعوذ الكبير. انت ازاي ما تعرفنيش؟ انت لو دخلت في حوار مع واحد من المشعوذين مش هتقدر تكسبه ابدا.